واحد بيقول في يوحنا 8:46 قال المسيح من منكم يبكتني على خطية، وفي مرقس 10:18 قال المسيح لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. في يوحنا 8 المسيح بدون خطية، وفي مرقس المسيح يدعو نفسه ليس صالحا. لا ما قالش كده، ما قالش أنا غير صالح. هو بيقول للشخص ده أنت بتقول لي أيها المعلم الصالح، هل اللقب ده لقب روتيني بتقوله لأي واحد من المعلمين الكثيرين؟ إن كانت الحكاية كده أعرف إنه ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله. أما إن كنت تؤمن إن أنا هذا الواحد يبقى دي حاجة تاني، لأنه ما قالش عن نفسه إنه غير صالح، ده قال من منكم يبكتني على خطية، وقال أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراب. والكتاب قال كلام كتير عن صلاح المسيح وقدسيته منذ ميلاده، التبشير به في لوقا 1:35 قال لها لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله، وقيل عنه أنه هو قدوس بلا عيب ارتفع فوق الخطاة وصار أعلى من السماء. في كلام كتير عن قدسية المسيح، لكن هو ما قالوش أنا غير صالح، قال له لماذا تدعوني صالح؟ هل تؤمن إن أنا الوحيد الصالح ولا هو لقب روتيني؟ هذه المسألة، ما تاخدش الكلام بفهمك أنت الخاص.